رح نبدأ بأول أخبارنا واللي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها على الفيسبوك عن شخص أقدم على قتل حفيديه وافتعل حريقا لإخفاء هي الجريمة. بتفاصيل الخبر، ألقى قسم شرطة مدينة اللاذقية الشمالي القبض على شخص قتل حفيديه ضمن منزله بحي قنينيص في اللاذقية إثر خلافات عائلية، وفق ما ذكرته الوزارة على الفيسبوك. قالت الوزارة بأنه الجد افتعل الحريق لإخفاء جريمته وأسعف نفسه إلى المستشفى بعد تعرضه للحروق. بيّنت الوزارة بأنه تم الإبلاغ من قبل فوج إطفاء اللاذقية عن نشوب حريق في المنزل المذكور، وعثر عقب الإخماد على جثتين لطفلين 5 سنوات و8 سنوات. بعد نقلهما إلى المستشفى تبين أنهما تعرضا للذبح قبل اندلاع الحريق. أوضحت الوزارة طبعا بأنه بعد المتابعة وجمع الأدلة تمت معرفة أكيد مرتكب الجريمة والقبض عليه وهو جد الطفلين، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بأنه أقدم على الفعل نتيجة لخلافات عائلية وقام بذبح الطفلين بواسطة سكين وافتعل الحريق وأسعف نفسه إلى المستشفى. يعني عم نحكي كنا عن جرائم كان الاحتلال، وللأسف في عنا نماذج للأسف مطابقة لهذا الإجرام. اليوم وقت جد يقدم على قتل حفيد، فهي من أبشع الأفكار اللي ممكن تطغى على الإنسان بشكل عام. أكيد كل الشكر لجهود وزارة الداخلية للمتابعة، وخاصة هي الفترة يعني عم نشوف جهود كتير كبيرة لمتابعة مختلف الجرائم بكل المحافظات السورية، كل المخالفات بدءا من موضوع الجرائم وأيضا موضوع السرقات، موضوع كتير من الحالات الشاذة اللي عم يشهدها اليوم المجتمع. اليوم جهود وزارة الداخلية عم تنصب لضبط وإنهاء هي الحالات تمام وهي صحيح. إذا بدنا نقول الأفعال اللي عم تكون خارجة يعني عن المألوف، مثل هذا المثال الوحشي اللي ذكرناه. خلينا نروح لخبرنا الثاني، والخبر الثاني بيقول درس عن الفنانة سميرة توفيق يثير جدلا في الأردن. الخبر بيقول تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً من مناهج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية للصف الرابع الابتدائي، تظهر فيه الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، الأمر الذي أحدث جدلاً بين الأوساط الأردنية. المنهاج طبعة تجريبية كان يتم إدراجه لأول مرة ضمن المناهج لهذا العام. تداول الناس صفحات من هذا المنهاج متضمنة أسماء فنانين ومغنيين وسيرة ذاتية عنهم، مثل الفنانة سميرة توفيق وغيرها، ما أثار استياء العديد وغضبهم. كما ورد بأحد دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثامن عرض السيرة الذاتية للفنانة أيضا أم كلثوم، وتباينت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لتطرق التربية لمثل هذه المناهج لما له من دور في ترسيخ الهوية الثقافية الأردنية والعربية، وأيضا بالمقابل معارضين يرون أن هناك شخصيات تاريخية أخرى كان الأجدر أن تحظى باهتمام التربية في المنهج. تعليقا على هذا الموضوع قال خبير التربية والتعليم وإدارة المناهج بالأردن أنه كان بإمكاننا تجنب جدل ودرس سميرة توفيق، حيث كان بالإمكان الحديث عن فنانين لهم بعد في ضمير الناس مثل توفيق النمري أو فيروز أو أم كلثوم عربيا. وأضاف أيضا أنه لا أرى ما يمنع من احترام كل فنان، فالأطفال لا يعرفون توفيق النميري أو النمري، وحيث قدمنا لهم يعني حالة إذا بدنا نقول أو شخصية ما ممكن تثير أي ضجة أو جدل بشكل عام. والمطلوب يعني تعريف الأطفال بالأصالة، بأصالة الفن، بالقيم الفنية، وتجنب أي سخرية كالتي سادت على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي. تعقيبا على هذا الموضوع يعني أنا بشوف اليوم كل شخص وكل فنان عربي، ولا سيما عم نحكي عن أنا بس في شيء غير منطقي، وقت نحكي عن مادة تربية موسيقية وفنية يا جماعة الخير ليه منروح للتعميم؟ يعني هاي المادة مختصة بالموسيقى أو بالفن، فبالتالي الشخصيات الموجودة فيها يجب أن تكون فنية أو موسيقية. هي بداية. ثاني شيء اليوم يعني سميرة توفيق أيضا من الشخصيات اللي حملت راية الغناء التراثي ونقلت تراث مختلف المناطق، سواء التراث البادية، سواء التراث بما يتعلق بلبنان،
وكان التوجه لإلى لا يقتصر على صعيد دولة معينة. صحيح. يعني اليوم تقول لي سميرة توفيق كانت جنسية بتحير للصراحة. تماماً. البعض كان يفكرها فلسطينية، البعض كان يفكرها أردنية. اللهجة كانت بتلعب عليه فعلاً. تماماً. فاليوم ما بتخيل في مشكلة بهذا الموضوع، أنك اليوم شخصية مثل سميرة توفيق تنتقص من وجودها بالمنهاج، وبالمقابل حق أنه يكون لغير شخصية. هلأ بشار معروف بأنه هي أصلاً كانت بتغني جمل، يعني مثلاً غنيت حنا حراس البلد وحنا كراسيها، كانت تتحدث عن قصة أردنية، فكانت أصلاً سميرة توفيق أصلاً كانت بتغني أغاني متعلقة بالشق الأردني. كان في ردود أفعال مختلفة خليني أقول، وحتى الأساتذة الأردنيين كانوا عم بيعلقوا عن هذا الموضوع. خلونا نتابع هذا الفيديو لنتعرف أكيد على ردة فعل أحد الأساتذة بما يتعلق بدرس سميرة توفيق. طلابي الأعزاء، اليوم راح أشرح لكم درس مهم جدا، وهو عن أغاني الفنانة القديرة سميرة توفيق. ومن أهم هذه الأغاني أغنية صبوا القهوة ازدوها هيل. طبعا هاي الأغنية تغنت لما كانت كيلو القهوة بدينارين وكيلو الهيل بثلاث دنانير. حاليا أهمل كيلو قهوة بثمن دنانير وأهمل كيلو هيل بعشرين دينار، فلذلك أنتم مش راح تصبوا قهوة ولا راح تزدوها هيل. ومن أهم الأغاني أغنية حنا كراس البلد، اللي ولا واحد فيكم راح يغنيها، لأن هاي الأغنية خاصة بأصحاب المعالي والمسؤولين المقربطين بكراسيهم. وانتو خليكوا على أغنية أصمر يا خفيف الروح، مواطن خفيف لطيف ما تغلبش حدا. والحصة القادمة راح أشرح لكم إنجازات الفنانة فيفي عبده والفنانة نجوى كرم. يعني بشار شفنا انه في ردود افعال عم بتكون مختلفه، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في اشخاص كانوا عم بيقولوا انه سميره توفيق هي من الاسماء والقامات، وبنفس الوقت في اشخاص كانوا عم بيقولوا انه لا، ليش ما بنخصص مناهجنا للاشخاص او خليني اقول الاسماء والفنانين الاردنيين. نرجع بنقول هي موضوع اختلاف اراء، واكيد لجنه تحديد المناهج او تحديد المواد اللي لازم تكون بالمناهج بدنا نعرف اكيد بهذا الموضوع. خلينا نروح لخبرنا الاخير اليوم مشاهدينا بجولتنا الاخباريه، واللي بتحدث عن موضوع متعلق بالنشاط والسلوكيات اللي بيرتكبها البعض بعملية تنظيف الأذن. دراسات وأيضا أبحاث عديدة كانت عم بتخبر أو عم تحكي عن موضوع أو الإجراء الصحيح لتنظيف الأذن، واللي إحنا ممكن خلينا نقول الغالب من الأشخاص بيقوم فيه هو موضوع تنظيف الأذن بقطن، أو خلينا نقول بأعواد قطن التنظيف. اليوم خبرنا عم بيحكي عن أنه أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تحذير بشأن المخاطر يلي ممكن تسبب أعواد التنظيف القطنية من فقدان السمع والطنين بالأذن. تنصح الهيئة بعدم وضع أصابعك أو أي أشياء مثل أعواد القطن في أذني أو حتى المفاتيح. بالشعر بعض الأشخاص ممكن يعمل هذا الغلط، أكيد حتى لو كنت عم تعتقد بأنه هي ممكن تكون مسدودة، هذا الشيء أكيد ممكن يساهم بزيادة الانسداد أو دفع الجسم الغريب يلي داخل على الأذن. بيشرح الخبراء بأنه من خلال إدخالك لهي الأعواد فأنت عم بتساهم ب يعني تجريح أو خدش طبلة الأذن، ناهيك عن موضوع فقدان السمع أو حتى الطنية اللي ممكن يكون لفترة مؤقتة أو حتى فترة طويلة الأمد. الخبراء بيقولوا أنه استخدام الأعواد القطن ممكن يؤدي في الواقع إلى فعل عكسي بدل التأثير المطلوب، فبدلا من إزالة الشمع فنحن ممكن ينتهي فينا الأمر بأغلب الأحيان لدفع الشمع إلى داخل القناة الأذنية. بينصح الخبراء بدل عن هذا الإجراء أكيد بغسل الأذن بالماء الدافئ أثناء الاستحمام، هذا الشيء رح يعمل على تليين الشمع الموجود بداخل الأذن وأيضا يجعل الأمر سهلا بإزالة الشمع. وشفنا كتار من الأشخاص كنت عم قلك عن موضوع استعمال الأدوات الغريبة، موضوع المفاتيح وموضوع أو أي شيء تاني نحن مندخله بيا الأذن كرمال ننظفها نحن. يعني أنا عم بحكي لك عن جد لأنه في أشخاص وأنا شفتهم عم يعملوا هذا الشيء قدامي. ليه الأذن عضو ناقص يعني؟ يعني ليه؟ أي شيء فورا بالأذن ليه يا جماعة؟ والله هي حاسة السمع حاسة مهمة وحاسة بتساهم بتوازن جسمنا، فبالتالي بلاها هاي العادات وقدر الامكان يعني هلا ما مشان ما نطلع عم ننظر على العالم. ولكن بالمقابل يعني اليوم ايضا صحه الاذن مثل صحه اي عضو بالجسم. هي كانت اخبارنا لليوم.